بعد أن تعذر القضاء على حركة المقاومة رغم ضربها بقسوة وإنشاء مخيمات اعتقال جماعية فصلت المقاومة عن حاضنتها الأهلية، أخذ العقل الفاشي يفكر في وسيلة لقطع سبل إمداد المجاهدين من وراء الحدود المصرية. ولم يكن ذلك الإمداد مقصوراً على المهاجرين والمتعاطفين، ففي كتابه برق المهدأة رصد تورط بعض الإيطاليين في تهريب المؤن والأسلحة إلى الثوار حسب وصفه ليتحصلوا بذلك على مكاسب خيالية. لذا خطرت على ذهن غراتسياني فكرة مد خط أسلاك شائكة على طول الحدود، ويعترف غراتسياني بأنه خشي على سمعته العسكرية من السخرية ومن الفشل في تنفيذ تلك الفكرة، حتى إنه أخذ يراجع القوانين العسكرية ليعرف مصيره في حال الإخفاق. في يناير عام 1931 فاتح غراتسياني الحاكم العام بادوليو في المسألة، فوعده بعرض الموضوع على روما. وفي أيام قلائل زار غراتسياني روما وعاد بموافقة ديبونو وزير المستعمرات. كلف خط الأسلاك الشائكة الذي عرف شعبيا باسم الشبردق مبلغا ضخما قارب 18 مليون فرنك، واستغرق نحو 6 أشهر كاملة، وبلغ طوله نحو 270 كيلومترا من آبار الرملة في السلوم إلى مرتفعات ما بعد الجغبوب. وكان إتمام هذا المشروع ضربة قاصمة للمقاومة الوطنية، ولم يكد يمر شهران على إنهاء خط الأسلاك حتى وقع في الأسر قائد القوات الوطنية السيد عمر المختار، وانطوت بعيد استشهاده صفحة المقاومة المسلحة.